واجد قبل نظرا لظروف ديال رمضان ولعبنا قبل الوقت. بالنسبة للدراري كاين شوية ديال العياء وكاين شوية ديال الفيزيك نظرا لأول مباراة في رمضان، وكنتمناو في الأيام القادمة إن شاء الله نكون ما هو أفضل. وبالنسبة للبطولة راه حنا راه حققنا واحد جوج انتصارات اللي كيخولوا لنا المركز الخامس، وكنتمناو إن شاء الله نحققوا انتصارات أخرين. متوقع راه فريق الجيش الملكي اللي فريق اللي هو عريق، فريق اللي عنده لاعبين محترفين، لاعبين يعني مقارنة مع الشباب الوطية، الشباب الوطية باقي فريق لحد الساعة باقي ما زدنا حتى لاعب، يعني خدامين باللاعبين المحليين ديالنا. ونتمنى يكون خير حسب الكلاسمون، قيل ربما الخامسين حنا دابا، يكون خير ان شاء الله. مستوى البطوله نقص بالمقارنه مع المستويات السابقه، وداك الشيء كيرجع لمونك داك التوقف ديال السنتين ولي مونك دونتريمون بطبيعه الحال، وكانت كثرت الاصابات. اجواء جيده الحمد لله، حنا استطعنا نحقق الفوز ديالنا ان شاء الله باش ندخلوا نلعبوا لا فينال ان شاء الله، لان لا سمان بروشين بمعنويات مرتفعه. المقابله ديالو ما كانتش سهله، واش كاين لي كونديسيون ديال رمضان، بزاف ديال الحوايج لعبوا ضدنا. مي الحمد لله حنا بليفيكتيف ديالنا، واخا موقفين لينا اربعه د اللعابه اللي تيتولاه، الحمد لله في فريق الجيش الملكي عندنا انفيكتيف اللي يقدر يرومبلاس اي واحد، والحمد لله حققنا الفوز ديالنا. ميم البون دو توش ديالنا اللي كان كيساندنا طول العام، اليوم قال الكلمه ديالو وحقنا الفوز ان شاء الله. بالنسبه للمستوى ديال لو نيفو تكنيك اللي كاين في الشامبيون حاليا، هو راه سي توتالمون لوجيك، بوسك حبسنا عامين، دونك ان شاء الله من هنا لي ماتش دو روتور غيكون عطاء جيد وغتكون بيرفورمانس مزيانه. الدراري لا ديال الفرق كاملين يلاه كيتادابطوا مع اللعب، يلاه كيتادابطوا كياخذوا لي روبير ديالهم في التيران. ان شاء الله مع الكوميل ديال الماتش ان شاء الله غيولي مستوى كره السله المغربيه غيكون في احسن مستوى ان شاء الله. الرحمن الرحيم. المقابله ضد الفريق ديال شباب الوطيه طنطان بطبيعه الحال ما كانت سهله، لان حنا بحكم كنا كنفتقدوا الخدمات ديال ثلاثه ديال اللاعبين اساسيين ولاعبين المحوريين ديال فريق الجيش الملكي. فريق جمعيه الوطيه طنطان ما كانش عنده حتى شي حاجه ما يخسر، بالعكس كان واحد الخصم اللي عانيد خلال تقريبا جميع اشواط المقابله، يعني حتى الربع الاخير. كنتمنى ان هذا البطولة يعني ترقى لواحد المستوى تقني جيد، خصوصا حنا نعرفوا في شهر رمضان ان المستوى التقني كيهبط اصلا، بعدا اللاعبين يعني كاين واحد التذبذب في المستوى ديالهم بحكم التوقف. نزيدوا على ناهيك على شهر رمضان الكريم اللي كنتمنى شهر مبارك للجميع الرياضيين وجميع عشاق كرة السلة. نتمنوا اننا نزيدوا نخدموا لا كأطر تقنية ولا لاعبين باش نلقاو واحد المنتوج في المستوى ديال كرة السلة الوطنية، خصوصا بعد شهر رمضان اللي غادي يكون ان شاء الله حتى نوصلوا لواحد المنتوج تقني جيد اللي غادي يكون خصوصا في المقابلات ديال البلاي اوف ان شاء الله بحول الله. ما كاينش واحد الاستقرار في النتائج، كتلقى الفروق يعني هذا الشيء تيرجع لعدم الاستعداد الجيد ديال اللاعبين والفروق. الفروق اللي كانت مستعده راه ربما كتبني البلاء الحسن في المقابلات ديالها، خصوصا اننا باش نجمعوا واحد العدد كبير من اللاعبين ديال تقريبا 16 فريق ما ساهلاش باش يكون واحد المستوى عالي. كنتمنى كما قلت اننا نحاولوا هذا الشيء نتجاوزوه مقابله بمقابله، وعلى ما اظن كما سبق لي قلت انه يعني حتى المقابلات ديال البلاي اوف اللي عاد غادي يمكن غنشوف واحد المردود جيد ديال الفرق تقريبا كاملين اللي غادي يتاهلوا لمقابلات البلاي اوف، ولا حتى الفرق اللي غيلعبوا في المقابلات ديال البلاي اوت غادي يكون واحد المستوى جيد ان شاء الله.